فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص، فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. ومن أعجب العجب تهديد الميوث بالرتوت والسباع بالضباع والكمات بالكراع، خيولنا مصرية وسهامنا يمانية وسيوفنا مضرية، أكتافها شديدة المضارب ووصفها في المشارق والمغارب. منذ أن اعتلى قطز كرسي الحكم في مصر، وضع أمام عينيه قضية التتار، وبدأ بالتخطيط لتقوية جيشه ولتدعيم الصف الداخلي في مصر، إلا أنه كان في حاجة إلى بضعة شهور للإعداد، فإذا بالأيام تتسرب من بين يديه، والحرب مفروضة عليه، وما بين عشية وضحاها ستهجم الجحافل الهمجية على مصر. شاء قطز ذلك أم أبى؟ وشاء الجيش المصري ذلك أم أبى؟ كذلك وشاء الشعب أم أبى، فالصراع سيكون قريبا وقريبا جدا بين فئة مؤمنة وبين أكبر قوة في الأرض آنذاك. وبينما كان قطز في إعداده المتحمس وفي خطواته السريعة، وإذ برسل هولاكو بين يديه يخبرونه أن اللقاء سيكون أسرع مما يتخيل وأن الحرب على وشك الحدوث، جاءت رسل هولاكو لعنه الله وهي تحمل رسالة تقطر سما وتفيض تهديدا ووعيدا وإرهابا لا يقوى على قراءتها إلا من ثبته الله عز وجل. وبفضل الله ثبت الله عز وجل قطز، فقرأ الرسالة برباطة جأش عجيبة. وكذلك المؤمن الصادق إذا خوفه أحد الظالمين استحضر هيبة الله تعالى أمامه، فهان عليه كل ظالم أو متكبر. جاءت رسالة هولاكو مع أربعة من الرسل التتار، وكانت الرسالة كالتالي: باسم إله السماء الواجب حقه، الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه، الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك، صاحب مصر وأعمالها وسائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وباديها وحاضرها وأكابرها وأصاغرها، أن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه، فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي بلاد تحميكم وأي مكان يؤويكم وأي ذلك ترى، ولنا الماء والثرى، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص، فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، لأنكم أكلتم الحرام وتعاظمتم عن رد السلام وخنتم الأيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة، وقد ثبت عندنا أنكم أنتم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور المدبرة والأحكام المقدرة، فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير المذلة ما لملوككم علينا من سبيل، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وتوري شرارها، فلا تجدون منا جاها ولا عزة ولا كتابا ولا حرزة، يوم تأزكم رماحنا أزة وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية وعلى عروشها خاوية، فقد أنصفناكم إذ راسلناكم وأيقظناكم إذ حذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم، ومننا برسلنا عليكم، فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أمننا سلم، فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكتم، فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم، وقد حذر من أنذر.
والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى. ألا قل لمصر هاهلا وان قد أتى بحد سيوف تنتضى وبواتر، ويصير أعز القوم منا أذلة، ويلحق أطفالا لهم بالأكابر، ويلحق أطفالا لهم بالأكابر. وانتهت الرسالة العجيبة التي خلت من أي نوع من أنواع الدبلوماسية، إما أن تكون معي وإما أن تكون ضدي، بل إنما كانت إعلانا صريحا بالحرب أو البديل الآخر وهو التسليم المذل. ولا بد أن يكون التسليم مذلا بمعنى أنه دون فرض أي شروط أو طلب أي حقوق. عقد قطز مجلسا استشاريا أعلى وجمع كبار القادة والأمراء والوزراء، وبدأوا فورا في مناقشة القضية الخطيرة التي طرحت أمامهم. والخيارات محدودة جدا، إما الحرب بكل تبعاتها وإما التسليم غير المشروط. أما قطز فكانت القضية في ذهنه واضحة تمام الوضوح، إنه لم يطرح الخيارين على نفسه للتفكير، فخيار الاستسلام في هذا الموقف غير وارد عنده أبدا، وهو ويعلم تمام العلم أن الحقوق لا توهب بل تؤخذ قسرا، وأن الجيوش المعتدية لا تقنع بالعودة إلى بلادها بل ترغم على ذلك إرغاما. هكذا كانت الرؤية في منتهى الوضوح عند قطز، لكن الأمراء الذين اجتمعوا معه لم يكونوا على نفس الدرجة العالية جدا من الفقه والفهم. نعم لديهم حمية دينية عالية، ونعم يحبون الإسلام حبا جما، لكن الاختيار صعب جدا. لقد كانت الفجوة هائلة فعلا بين إمكانيات التتار وبين إمكانيات مصر. لقد كانت الفجوة هائلة فعلا بين أعداد التتار وأسلحة التتار وبين أعداد المصريين وأسلحة المصريين. هذا فوق السمعة الرهيبة لجيوش التتار، وفوق الملايين المسلمة التي ذبحت على أيدي التتار في بغداد وغيرها، بالإضافة إلى الجيوش الخوارزمية والأرمنية والكرجية والعباسية والأوروبية والشامية التي هزمت أمام جيوش التتار الجرارة. لقد شاعت في تلك الأزمان كلمة تناقلها العوام والخواص، كانوا يقولون: إذا أخبرك أحد أن التتار يهزمون فلا تصدقه. كل هذه التراكمات جعلت الأمراء يترددون في قبول ما رآه قطز، وظهر عليهم الهلع والضعف والتثاقل إلى الأرض. وعندها قال لهم سيف الدين قطز بكل شجاعة: أنا ألقى التتار بنفسي، لن أرسل جيشا لمقابلة التتار وأبقى في القصر، بل سأحارب معكم كما تحاربون وسأعاني معكم مثل ما تعانون. ولم يجد قطز وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لتحميس القلوب الخائفة ولتثبيت الأفئدة المضطربة، كما أنه اشتاق إلى الجهاد واشتاق إلى الشهادة واشتاق إلى الجنة. وفي كل الأحوال هو لن يموت قبل الموعد الذي حدده الله له، أكان ذلك في ضحضاح المعركة أم كان في قصره. وفهم قطز أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن الشجاعة لا تقلل أبدا من الأرزاق والعمر، وأن الجبن لا يكثر أبدا من المال المقسوم للإنسان ولا يخلده في الحياة. ولما شاهد الجيش المصري قطز بهذه الحالة تحمست قلوبهم. هذه هي القدوة كما تقول الحكمة المشهورة: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. صرخ فيهم قطز بكل صراحة وقال: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزو كارهون، وأنا متوجه إلى حرب التتار، فمن اختار الجهاد فليصحبني، ومن اختار غير ذلك فليرجع إلى بيته، إن الله مطلع عليه ومطلع على قلبه. أيها المسلمون، يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ ووقعت الكلمة في قلوب الأمراء فضجوا جميعا بالبكاء. لقد خشعت القلوب، ومن خشع قلبه فليرجى منه الخير كله. وقام بعض الأمراء وتكلموا بخير، وقام البقية يعلنون موافقتهم على الجهاد وعلى مواجهة التتار مهما كان الثمن. وهكذا نجح قطز في خطوة هي من أصعب خطوات حياته.
ولكن كيف رد قطز على رسل التتار؟ لقد قرر بعد أن استشار مجلسه العسكري أن يقطع أعناق الرسل الأربعة الذين أرسلهم إليه هولاكو بالرسالة التهديدية، وأن يعلق رؤوسهم على باب زويلة في القاهرة، وذلك حتى يراها أكبر عدد من الشعب، وهو يرمي بذلك إلى طمأنة الشعب بأن قائدهم لا يخاف التتار ولا غيرهم، وهذا سيرفع من معنوياتهم. كما أن هذا الرد العنيف سيكون إعلانا للتتار أنهم قادمون على قوم يختلفون كثيرا عن الأقوام الذين قابلوهم قبل ذلك، وهذا قد يؤثر سلبا على التتار، فيلقي في قلوبهم ولو شيئا من الرعب أو التردد. ويبقى الهدف الأكبر لقتل الرسل الأربعة هو قطع التفكير في أي حل سلمي للقضية والاستعداد الكامل الجاد للجهاد. فبعد قتل الرسل الأربعة لن يقبل التتار باستسلام مصر حتى لو قبل بذلك المسلمون، وكان هذا هو اجتهاد قطز والأمراء. إلا أن قطز لم يتجاهل رسالة هولاكو بل رد عليها وقال له: لقد بان عندنا أنكم مخلوقون من سخطه ومسلطون على من حل عليه غضبه، ولا ترقون لشاك ولا ترحمون عبر تباك، وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم وذلك من أكبر عيوبكم، فهذه صفات الشياطين لا صفات السلاطين. كفى بهذه الشهادة لكم واعظة، وبما وصفتم به أنفسكم ناهيا وآمرة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ففي كل كتاب لعنتم، وبكل قبيح وصفتم، وعلى لسان كل رسول ذكرتم، وعندنا خبركم من حيث خلقتم، وأنتم الكفرة كما زعمتم، ألا لعنة الله على الكافرين، وقلتم أننا أظهرنا الفساد، ولا عز من أنصار فرعون من تمسك بالفروع ولا يبالي بالأصول، ونحن المؤمنون حقا لا يداخلنا عيب، ولا يصدنا غيب، القرآن علينا نزل، وهو رحيم بنا لم يزل، تحققنا تنزيله، وعرفنا تأويله، إنما النار لكم خلقت، ولجلودكم أضرمت، إذا السماء انفطرت. ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالرتود والسباع بالضباع والكمات بالكراع، خيولنا مصرية وسهامنا يمانية وسيوفنا مضرية، أكتافها شديدة المضارب ووصفها في المشارق والمغارب، فرساننا ليوث إذا ركبت وأفراسنا لواحق إذا طلبت، سيوفنا قواطع إذا ضربت وليوثنا سواحق إذا نزلت، جلودنا دروعنا وجيوشنا صدورنا، لا يصدع قلوبنا شديد وجمعنا لا يراع بتهديد، بقوة العزيز الحميد لا يهولنا تخويف ولا يزعجنا ترجيف، إن عصيناكم فتلك طاعة وإن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة، قلتم قلوبكم كالجبال وعددكم كالرمال، فالقضاء لا يهوله كثرة الغنم وكثرة الحطب يكفيه قليل الضرم، أفيكون من الموت فرارنا وعلى الذل قرارنا، ألا ساء ما يحكمون، الفرار من الدنايا لا من المنايا، فهجوم المنية عندنا غاية الأمنية، إن عشنا فسعيدا وإن متنا فشهيدا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أبعد أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين تطلبون منا الطاعة؟ لا سمع لكم ولا طاعة، تطلبون أن نسلم إليكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء ويدخل علينا منكم الخطأ؟ هذا كلام في نظر ظلمه تركيك وفي سلكه تسليك، ولو كشف الغطاء ونزل القضاء لبان من أخطأ، أكفر بعد الإيمان ونقض بعد التبيان؟ قولوا لكاتبكم الذي رصف مقالته وفخم رسالته: ما قصرت بما قصدت وأوجزت وبالغت، والله ما كان عندنا كتابك إلا كصرير باب أو طنين ذباب، قد عرفنا إظهار بلاغتك وإعلان فصاحتك، وما أنت إلا كما قال القائل: حفظ شيئا وغابت عنك أشياء، قلت لنا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لك هذا الخطاب، وسيأتيك الملك الناصر وسائر أمراء الشام يرسلوكم إلى جهنم وبئس المهاد، وإن كانت لكم سماحة ولديكم هذه الفصاحة فما الحاجة إلى قراءة آيات وتلفيق حكايات، وها نحن أولاء في أواخر سفر وقد قلنا ما حضر، والسلام على من اتبع الهدى.
وبعد قتل رسل هولاكو وبعد قرار الجهاد الصعب، بدأ قطز في التجهيز السريع للجيش. فقد اقتربت جدا لحظة المواجهة، لكن واجهت قطز مشكلة أخرى ضخمة لا تقل عن المشكلات التي قابلها قبل ذلك. فلا بد من تجهيز الجيش المسلم وإعداده بالتموين اللازم أفضل إعداد، وإصلاح الجسور والقلاع والحصون، وإعداد العدة اللازمة للحرب، وتخزين ما يكفي للشعب في حال الحصار. هذه أمور ضخمة جدا، والأزمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد أزمة طاحنة، وليس هناك وقت لخطة اقتصادية. جمع قطز المجلس الاستشاري وعلى رأسهم سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام، وبدأوا يفكرون في حل للأزمة الاقتصادية الطاحنة، وكيف يوفرون الدعم الكافي لتجهيز الجيش الكبير الخارج لملاقاة التتار. واقترح قطز أن تفرض على الناس ضرائب لدعم الجيش، وهذا قرار يحتاج إلى فتوى شرعية، لأن المسلمين في دولة الإسلام لا يدفعون سوى الزكاة. أما فرض الضرائب فوق الزكاة فهو محرم، وحرمها رسول الله قبل ذلك، وبلادنا إلى اليوم تأخذ الضرائب من الناس، ولا بد من وجود سند شرعي يبيح ذلك، وإلا صارت الضرائب مكوسا، وفرض الضرائب بغير حق عقابه أليم عند الله عز وجل. ومع أن غاية قطز نبيلة والمال المطلوب سوف يجهز به جيش لقتال التتار، فإن الشيخ العز بن عبد السلام كان عنده تحفظ كبير على هذا القرار، فلم يوافق عليه إلا بشرطين، والشرطان عسيران جدا. الشرط الأول ألا يبقى في بيت المال شيء، والشرط الثاني أن يبيع الحكام والأمراء والوزراء ما يمتلكون من قصور وغيرها، ويقتصر كل منهم على فرسه وسلاحه فقط، ويتساووا بذلك هم والعامة سواء. أما أن تأخذ الضرائب من الناس وهذا الوزير عنده عشرة قصور، وذلك الأمير عنده عشرات الأراضي، فتلك إذن قسمة ضيزة. هكذا أعلنها العز بن عبد السلام، أنه لا يجوز فرض الضرائب على الناس إلا بعد أن يتساووا الوزراء والعامة، ويجهز الجيش بأموال الأمراء والوزراء. فإن لم تكفي هذه الأموال جاز هنا فرض الضرائب على الشعب بالقدر الكافي، وليس أكثر من ذلك. فانصاع الجميع لهذا الطلب، وتم تجهيز الجيش المسلم بالطريقة الشرعية. واكتشف المسلمون في مصر اكتشافا عجيبا، لقد اكتشفوا أن مصر غنية جدا، وأن البلد به أموال ضخمة على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. فقد امتلأت جيوب كثيرا من الوزراء والأمراء بأموال البلد الهائلة، وأصبحت ثروات بعضهم تساوي ميزانيات بعض الدول. وكيف لا ينصر جيش مثل هذا؟ وإن معادلة النصر في الإسلام ليست صعبة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما بقي إلا أن تشتعل المعركة. ولكن كيف كان طريقها؟ وإنما دفعكم إلى مبايعتي هو عهدي لكم بحماية الأرض والعرض، بحماية البلاد والعباد، بحماية أمتنا وديننا وكرامتنا. ولكن مهما امتلكت من قوة وحكمة فلن أستطيع أن أردهم وحدي. إنني بحاجة إليكم، بحاجة إلى أذرع الرجال تحمل سيوفا ورماحا وسهاما، بحاجة إلى أذرع النساء ترتفع لنا بالدعاء. أيها الناس، لقد أرسل إلينا هولاكو مطالبا إيانا بتسليم البلاد أو الهرب منها، وأراد أن يزرع خوفا في قلوبنا بما معه. وإذا كان معه الجند والرماح والسيوف والمجانيق، فإن معنى ما هو فوق كل هذا الله عز وجل. وما هذا إلا امتحان من الله سبحانه وتعالى، فإما النصر وإما الشهادة. الله أكبر. جهز قطز الجيش المصري المسلم وأعده إعدادا عظيما، وجاءت وقت إعداد الخطة، ووضع الخريطة لتحريك الجيش. وقام قطز بإلقاء بيانه الذي يوضح فيه رأيه في الخطة العسكرية، وبمجرد أن ألقى برأيه قام المجلس ولم يقعد. لقد أحدث رأي قطز دويا هائلا في المجلس العسكري، فقد أراد أن يخرج بجيشه لمقابلة جيش التتار في فلسطين. قرر ألا ينتظر في مصر حتى
يأتي التتار إليه، بل يذهب هو بجيشه لمقابلتهم، واعترض أغلب الأمراء على ذلك. لقد أراد الأمراء أن يبقى قطز في مصر ليدافع عنها، فمصر في رأي الأمراء هي مملكته، أما فلسطين فهي مملكة أخرى، بمعنى أنه لو لم يدخل التتار مصر فإننا نكون قد تجنبنا لقاء دمويا هائلا، أما إذا ذهبنا نحن إليهم فلا خيار حينئذ سوى المعركة. أقنعهم قطز أن ينقل المعركة إلى ميدان خصمه، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على نفوس أعدائه، كما أنه سيوفر له خط رجعة آمنا إذا حدثت هزيمة للجيش المسلم. أما إذا حدثت الهزيمة للجيش المصري المسلم في داخل مصر فإن ذلك سيفتح الطريق أمام العدو إلى القاهرة، كذلك أن يمتلك المسلمون عنصر المفاجأة فيختارون هم ميعاد المعركة ومكانها بدلا من أن يختار العدو ذلك، والمسلمون إذا فاجأوا عدوهم فإن هذا يعطيهم أفضل الفرص للنصر، لأن الجيش المعادي لن يكون مستعدا الاستعداد الكافي، هذا إلى جانب الهزيمة النفسية التي ستلحق به. كان قطز يفكر أنه إذا نقل المعركة إلى أرض فلسطين فإنه سيطيل على التتار خطوط الإمداد والمواصلات، فينقطع التتار بذلك عن قواعدهم، كما أنه سيرغم التتار على اجتياز الصحراء الواسعة في سيناء، وهي صحراء مهلكة للجيش الذي لا يعرف مسالكها ودروبها، كما أن انتظار التتار هناك سيوفر على جيش مصر اجتياز صحراء سيناء، وهذا سيوفر كثيرا من طاقة الجيش المصري. كما أن قطز كان يطمئن كثيرا إلى جيشه ويثق في قدراته الحركية وكفاءته التدريبية، ويعلم أن انتقاله عبر سيناء إلى فلسطين أمر ممكن بل ميسور إن شاء الله. وهكذا ترجحت كفة الانتقال إلى فلسطين، واقتنع الحضور في المجلس العسكري الأعلى، وبدأ قطز في إعداد الجيش وتجهيزه التجهيز المناسب لعبور سيناء وللقاء التتار. وانطلق الشيخ العز بن عبد السلام ومن معه من علماء الأمة يصعدون منابر المساجد ويلهبون مشاعر الناس بحديث الجهاد، وما أجمل هذا الحديث، لقد رغبوا الناس في الجنة وزهدوهم في الدنيا وعظموا لهم أجر الشهداء، حدثوهم عن عظماء المسلمين المجاهدين، حدثوهم عن خالد بن الوليد والقعقاع والزبير والنعمان، حدثوهم عن طارق بن زياد وموسى بن نصير ويوسف بن تاشفين، حدثوهم عن عماد الدين وولده نور الدين وعن فتوحات صلاح الدين الأيوبي. لقد ذكروهم بأيام الله تعالى ببدر والأحزاب وفتح مكة، وذكروهم باليرموك والقادسية ونهاوند، ذكروهم بموقعة حطين الخالدة التي لم يمضي عليها إلا 75 عاما، كما ذكروهم بموقعتي المنصورة وفارسكور والتي لم يمضي عليهما سوى 10 سنين، واشتعل الحماس في قلوب الشعب وبدأوا يعدون المصريين والشعب ليوم تخشع فيه الأبصار والقلوب. واستمر إعداد الجيش وتجهيزه وجمع المتطوعين وتدريب المجاهدين، وذلك لمدة 5 أشهر، وكان ذلك في عام 658 هجريا. لقد كانت هناك أجزاء ليست بالقليلة من فلسطين ولبنان وسوريا محتلة من قبل الإمارات الصليبية، فكانت هناك إمارات صليبية في عكا وحيفا وصيدا وصور وبيروت واللاذقية وأنطاكيا وغيرها، وكانت أقوى هذه الإمارات مطلقا هي إمارة عكا في فلسطين، وهذه الإمارة تقع في طريق قطز إذا أراد أن يحارب التتار في فلسطين. فماذا يفعل قطز مع الصليبيين في عكا؟ والصليبيون كما تعلم هم أشد خطرا على الإسلام من التتار، لأن حرب التتار حرب همجية ليست لها جذور ولا أهداف ولا قواعد، فهي لمجرد التدمير لا لشيء غير التدمير. أما المشروع الصليبي في أرض الإسلام فهو مشروع مختلف، فالصليبيون يحاربون المسلمين حربا عقائدية، والكراهية شديدة في قلوبهم للمسلمين وتخطيطهم لحرب الإسلام نفسه. ومعروف تاريخيا أن الذين رغبوا التتار أصلا في بلاد المسلمين من أيام جنكيز خان هم الصليبيون، وهم الذين ساعدوا هولاكو على إسقاط بغداد ومدن الشام، وما تحالف التتار مع الأرمن والكرج وأنطاكيا ببعيد. فوارد جدا أن يصل التتار إلى تحالف استراتيجي خطر مع الصليبيين في عكا، إلا أنه منذ هزيمة المنصورة ومنذ رحيل لويس التاسع ملك فرنسا إلى بلده، ومنذ قتل عدد كبير من الجنود الصليبيين في هذه المعركة وأسر كل الجيش الباقي،
منذ كل هذه الأحداث والصليبيون في تدهور مستمر، فكل هذه التداعيات أدت إلى هبوط كبير في إمكانيات وقدرات ومعنويات الجيش الصليبي في عكا. ومن هنا فقطز يعلم أنه يتعامل مع عدو شديد الكراهية، ولكنه ليس شديد القوة. في ضوء هذه المعطيات، وجد قطز أن قتال الصليبيين في عكا سيؤثر سلبا على جيشه. نعم، الهدف العام والنهائي لقطز هو تحرير كل البلاد الإسلامية من أي احتلال، سواء كان تتريا أم صليبيا، لكن الهدف المرحلي الآن هو قتال التتار، وحصار المدينة الحصينة عكا وقتال حاميتها سيضعف جيش المسلمين، وسيضيع عليهم وقتا وسيبدد طاقاتهم، وسيرهق جيشهم قبل الموقعة الكبيرة مع التتار. لكن قطز في الوقت نفسه لا يستطيع أن يحارب التتار في فلسطين دون الانتهاء من مشكلة الصليبيين في عكا، فهو قدم إلى الأمام وقدم إلى الخلف، فيفكر دائما ماذا لو حدث تحالف صليبي مع التتار. ومن ثم وجد قطز أن أفضل الحلول هو الإسراع بعقد معاهدة مع الصليبيين في عكا قبل أن يتحالف الصليبيون مع التتار. وأسرع قطز بإرسال سفارة إلى عكا للتباحث في إمكانية إقامة هدنة سلام، وبالفعل جلس الوفد المسلم مع أمراء الصليبيين يتباحثون في أمر هذه الهدنة. وكان الصليبيون من الضعف بحيث إنهم خافوا ألا يظفروا من المسلمين بعهد فينقلب عليهم المسلمون، ولذلك فقد تقبلوا فكرة الهدنة بسرعة، بل إن بعضهم عرض فكرة التحالف العسكري لقتال التتار، غير أن هذه الفكرة لم تلق موافقة من كلا الطرفين، لذلك قبل الطرفان بفكرة الهدنة المؤقتة. وأصر الوفد المسلم على أن تكون هذه الهدنة مؤقتة تنتهي بانتهاء حرب التتار، لأنه ليس من المقبول شرعا أن يقر المسلمون بسلام دائم مع مغتصب الأرض، وليس من الشرع أن يعترف المسلمون بدولة صليبية أو غيرها فوق الأرض الإسلامية مهما تقادم الزمان عليها. ولأن قطز يعلم أن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فإنه أخذ حذره عن طريق الترهيب والترغيب مع الصليبيين، فقد حذرهم الوفد المسلم بشدة من أنه إذا حدثت أي خيانة للعهد فإن المسلمين سيتركون التتار وينقلبون على الصليبيين وسيبيدونهم تماما، ولن يتركوهم حتى يدمروا عكا على رؤوس الصليبيين. وهكذا فالمعاهدة من منطلق القوة والبأس تختلف كثيرا عن المعاهدة من منطلق الضعف. وقد وعدهم قطز أنه في حالة الانتصار على جيش التتار فإنهم سيبيعون خيول المغول لأهل عكا بأسعار منخفضة، وهذا إغراء كبير، وذلك لحاجة الصليبيين والناس والأمراء والجيوش الشديدة للخيول، وخيول التتار مشهورة بالقوة. واتفق مع الصليبيين كذلك في عكا أن يسهموا في إمداد الجيش المسلم بالمؤن والطعام أثناء تواجده في فلسطين، ووافق الصليبيون على ذلك، وأصبح بذلك الطريق إلى لقاء التتار آمنا. وبدأ قطز يضع اللمسات الأخيرة في جيشه استعدادا للانطلاق. ولكن ماذا لو حدثتك أن بعض المسلمين سينشقون عن جيش قطز؟ فعلى الرغم من كل هذا الإعداد المادي والدبلوماسي والمعنوي والاقتصادي لهذا الجيش، وعلى الرغم من التحفيز العظيم الذي قام به العلماء لحث الناس على الجهاد، فإن هناك بعض المسلمين ضعفاء القلب لم يصدقوا أن القتال أصبح أمرا واقعا، فطوال هذه الفترة يعتقدون أن هذه مجرد نفرة حماسية وسوف تهدأ الأمور بعدها، واعتقدوا أن هذه الكلمات تقال من قطز كعادة الزعماء في الضحك على شعوبهم لمجرد التنفيس عن الضغوط، وما اعتقدوا قط أن قطز يعد إعدادا حقيقيا للقتال. فلما اقتربت ساعة الصفر أيقن هؤلاء أن الأمر حقيقي وأن اللقاء قريب، بل قريب جدا. وهنا تزعزعت قلوب هؤلاء الرجال وبدأوا يفكرون في الهرب من الجيش، ثم بدأ بعضهم فعلا في الفرار والاختباء عن أعين المراقبين، بل إن منهم من خرج بالكلية من مصر ليهرب إلى قطر آخر، فمنهم من هرب إلى الحجاز، ومنهم من هرب إلى اليمن، ومنهم من وصل في هروبه إلى بلاد المغرب. وقد يعتبر البعض أن هذه خسارة كبيرة وأن الجيش فقد بعضا من عناصره المهمة، أو على الأقل سيصبح الجيش قليلا في أعين الأعداء. لكن سبحان الله، الخير فيما اختاره الله تعالى. كان في هروب هؤلاء في هذه اللحظات السابقة للقتال تمحيصا للجيش المسلم بين الطيب والخبيث، وبين الذي سيصمد إلى نهاية المعركة والذي سيفر من بدايتها. ولو خرجوا فيكم ما زاد
زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هؤلاء المذبذبون لو خرجوا في الجيش المسلم لأضعفوا قوته، ولبثوا فيه الاضطراب والقلق والخوف، تارة عن غير عمد بخوفهم وجبنهم، وتارة عن عمد بغية إثارة الفتنة ورغبة في إضعاف الصف. وهذه ليست المشكلة الوحيدة، بل المشكلة الأكبر أن بعض المسلمين الصادقين قد يستمع إلى كلامهم ويقتنع بتشكيكاتهم، فيفقد المسلمون بذلك قوة أخرى مهمة. ولذلك فخروج هؤلاء من الصف في هذا الوقت المبكر كان مصلحة للجيش المسلم، وإن ظهر للعين غير ذلك. ولذلك لم يحرص قطز كثيرا على إعادة ضم هؤلاء. وبدأ تجمع الجيش المسلم في معسكر الانطلاق، وكان هذا المعسكر في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية الآن، وهي منطقة صحراوية واسعة تستوعب الفرق العسكرية المختلفة، وكانت نقطة انطلاق للجيوش المصرية المتجهة إلى الشرق. واتجه الجيش المسلم من الصالحية إلى اتجاه الشمال الشرقي حتى وصل إلى سيناء، ثم اتجه شمالا أكثر ليسلك طريق الساحل الشمالي لسيناء بحذاء البحر الأبيض. وكان هذا التحرك في أوائل عام 658، وكان التحرك في الصيف في أشد الشهور حراً، والسير في الصحراء القاحلة اللاهبة الطويلة في سيناء أمر فظيع، وليس في الطريق مدن آهلة اللهم إلا العريش. ومع ذلك فقد صبر الجيش المجاهد، وكان قطز يتحرك على تعبئة كاملة، بمعنى أنه يتحرك وقد رتب جيشه الترتيب الذي سيقاتل به لو حدث قتال، وذلك حتى إذا فاجأه جيش التتار يكون مستعدا، ووضع على مقدمة جيشه ركن الدين بيبرس القائد العسكري الفذ ليكون أول من يصطدم بالتتار فيحدث نصرا ولو جزئيا، مما سيرفع من معنويات المسلمين بالتأكيد. وكان قطز أيضا قد سلك في ترتيب جيشه أمرا لم يكن يعهده المعاصرون في زمانه، وذلك في سبيل التجديد في القيادة والإعداد حتى يربك خطط العدو. فكون قطز مقدمة الجيش من فرقة كبيرة نسبيا على رأسها ركن الدين بيبرس، وجعل هذه الفرقة تتقدم كثيرا عن بقية الجيش وتظهر نفسها في تحركاتها، بينما يتخفى بقية الجيش في تحركاته. فإذا كان هناك جواسيس للتتار اعتقدوا أن مقدمة الجيش هي كل الجيش، فيكون استعداد التتار على هذا الأساس. ثم يظهر بعد ذلك قطز وقد فاجأ التتار الذين لم يستعدوا له، وحدث ما توقعه قطز، واكتشفت عيون التتار مقدمة الجيش الإسلامي بقيادة ركن الدين بيبرس، واعتقدت أن هذا هو جيش المسلمين كله. ونقلت الأخبار إلى حامية غزة التترية، وأسرعت الحامية التترية للقاء ركن الدين بيبرس، وتم فعلا بينهما قتال سريع. هذا كله وجيش قطز الرئيسي ما زال يعبر الحدود الفلسطينية. ولكن كانت مقدمة الجيش المسلم مقدمة قوية وقائدها بيبرس قائد بارع، والحامية التترية في غزة صغيرة نسبيا، والجيش التتري الرئيسي على مسافة كبيرة من غزة. فقد كان جيش التتار بقيادة كتبغا يربض في سهل البقاع في لبنان على مسافة 300 كيلومتر تقريبا من غزة، فتم اللقاء في غزة بمعزل عن الجيوش الرئيسية للمسلمين والتتار. وبفضل الله استطاعت مقدمة الجيش المسلم أن تنتصر في هذه الموقعة الصغيرة، وقتل بعض جنود الحامية التترية، وفر الباقون في اتجاه الشمال لينقلوا الأخبار إلى كتبغا في لبنان. لقد فوجئت الحامية التترية في غزة، وكانت المفاجأة سببا لهزيمة قاسية لهم. وليست المفاجأة الوحيدة في وقعة غزة هي مفاجأة المباغتة، إنما المفاجأة الحقيقية للتتار كانت اكتشاف أن هناك طائفة من المسلمين ما زالت تقاتل، وما زالت تحمل السيوف والرماح، وما زالت تدافع عن دينها وعن أرضها وعن شرفها وعن كرامتها. لقد ألف التتار أن يجدوا جموع المسلمين يفرون أمامهم، وألف زعماء التتار أن يجدوا زعماء المسلمين يطلبون التحالف المخزي والركوع المذل لهم، وما توقعوا أبدا أن تظل هناك طائفة مسلمة تدافع عن حقها. فأرض فلسطين كانت وما زالت لا تخذل المسلمين في معاركهم، فكم من معركة انتصر المسلمون على هذه الأرض الطاهرة، وكم من ضربات إسلامية موجعة للإمبراطورية الرومانية وجهت في هذه الأرض المباركة. وعلى أرض فلسطين وما حولها وجهت ضربات إسلامية موجعة للصليبيين في حطين.
يومكم أيها الرجال، اليوم يومكم، إن الأمة كلها تعلق عليكم الأمل اليوم. اجعلوا من هذه المعركة ذكرى تفخر بها أمتنا جمعا، اجعلوها طريقا لكم إلى الجنة، إلى إنقاذ ديننا العظيم بأيديكم. أنتم أمل هذه الأمة ورجاؤها، فلا تخيبوه. اتجه سيف الدين قطز يبحث عن مكان مناسب يصلح للمعركة، وفي هذه الأثناء كان كتبغ قد وصلته فلول جيش التتار الفارة من غزة ينقلون إليه تحركات الجيش المسلم هناك. فغضب كتبغ غضبا شديدا لهزيمة حاميته العسكرية في غزة، وغضب أكثر لأن هناك من المسلمين من يتجمع لقتاله، وعقد اجتماعا استشاريا مع قادته، وحضر هذا الاجتماع الأشرف الأيوبي أمير حمص، واتخذ كتبغ قراره أن يتوجه بسرعة لحرب هؤلاء المسلمين. تحرك كتبغ بين جبال لبنان حتى دخل فلسطين من شمالها الشرقي، واكتشفت الاستطلاعات الإسلامية المنتشرة في المنطقة تحركات كتبغ، ونقلت الأخبار بسرعة إلى سيف الدين قطز. فأسرع قطز باجتياز مدينة الناصرة، وتعمق أكثر في الجنوب الشرقي حتى وصل إلى منطقة تعرف بسهل عين جالوت، وهي المنطقة التي ستدور فيها معركة من أهم المعارك في تاريخ الأرض. ومنطقة عين جالوت تقع قرب منطقة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين في الموقعة الخالدة، وهي قريبة كذلك من منطقة اليرموك التي دارت فيها معركة من أشرس المعارك بقيادة خالد بن الوليد. وهكذا ساهمت هذه الذكريات في رفع الروح المعنوية للجيش المسلم، ووجد قطز سهل عين جالوت منطقة مناسبة جدا للمعركة المرتقبة، فهو عبارة عن سهل واسع منبسط تحيط به التلال المتوسطة، كما يوفر مخبأ مناسبا جدا للجيش الإسلامي، فيسهل عمل الكمائن الكثيرة على جوانب السهل المنبسط. ورتب قطز جيشه بسرعة، فوضع على ناحية السهل الشمالية مقدمة جيشه بقيادة بيبرس، وجعلها في مكان ظاهر حتى يغري جيش التتار بالقدوم إليها، بينما أخفى قطز بقية الجيش خلف التلال والأحراش. وكان هذا الترتيب والإعداد في 24 من رمضان في عام 658، وانتظر المسلمون التتار على تعبئة كاملة، وعيونهم الاستخبارية تنقل أخبار كتبغ وجيش التتار، وقد اقتربوا جدا من سهل عين جالوت. وجاء جيش كتبغ وقد امتلأ بالزهو والغرور والكبر، تسبقه سمعته العالية في سفك الدماء وتخريب الديار، وقد استكبروا على أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ومر الجيش غرب بيسان وانحدر جنوبا في اتجاه عين جالوت، حيث كانت القوات الإسلامية قد أخذت مواقعها ورتبت صفوفها ووقفت في ثبات تنتظر الجيش التتري. وبينما قطز في سهل عين جالوت، وإذ بأعداد غفيرة من المتطوعين المسلمين من أهل فلسطين يخرجون من القرى والمدن ليلتحقوا بالجيش المسلم، وقد تيقنوا أن حربا حقيقية ستحدث قريبا. هؤلاء المتطوعون ليسوا كالجيش النظامي في قدراته ومهاراته، لكنهم متحمسون ومتشوقون إلى العمل في سبيل الله، وهذه الحماسة تنفع كثيرا في ميادين القتال. واجتمع كذلك النساء والصبيان المسلمين، والصف بأعداد كبيرة على طرفي سهل عين جالوت ليكثروا سواد المسلمين، وقد علت أصواتهم بالتكبير والدعاء، وارتفعت صيحاتهم التشجيعية للقوات الإسلامية، وتحركت ألسنتهم وأيديهم وقلوبهم بالدعاء لرب العالمين أن ينصر الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. قضى المسلمون الليلة في القيام والابتهال والدعاء والرجاء، لأنها الليلة التي تسبق يوم الجهاد الأعظم، وفي صبحها سيكون لقاء عظيم يثأر فيه المسلمون لدماء الملايين من المسلمين التي سفكت على أيدي هؤلاء التتار الهمج. ولكن ترى كيف كانت أحاسيس قطز في هذه الليلة؟ أكاد أجزم أنها كانت قريبة من أحاسيس خالد بن الوليد رضي الله عنه في الليالي التي كانت تسبق المعارك، فيقول خالد: ما ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب عندي من ليلة شديدة
شديدة البرد في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله، متعة حقيقية لا يشعر بها إلا المجاهدون حقيقة. وانفجر الفجر وصلى المسلمون الفجر في خشوع ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة واستعدوا، وما هي إلا لحظات وأشرقت الشمس. هذا يوم الجمعة 25 من رمضان، هذا يوم من أيام الله. وبشروق الشمس أضاءت الدنيا، ورأى المسلمون من بعيد جيش التتار، وأتى الجيش التتري المهول من اتجاه الشمال وبدأ في الاقتراب من سهل عين جالوت. وعلى أبواب السهل وقف الجيش التتري في عدده الرهيب وعدته القوية، ولم يكن بالسهل أحد من المسلمين، فقد كانوا يقفون جميعا خلف التلال، إلا أن مقدمة جيش المسلمين بقيادة بيبرس كانت لا تخفي نفسها، وذلك حتى يعتقد جواسيس التتار أن هذه المقدمة هي كل الجيش. ومع ذلك فعند قدوم جيش التتار كانت هذه المقدمة مختفية هي الأخرى، ثم أشار لها قطز أن تنزل من فوق التلال للوقوف على باب السهل لقتال الجيش التتري. وبدأت القوات الإسلامية تنساب من فوق التل إلى داخل سهل عين جالوت، ثم تتجه إلى شمال السهل للاقتراب من جيش التتار. ولم تنزل مقدمة الجيش دفعة واحدة، إنما نزلت على مراحل وفي صورة عجيبة، وكانوا يلبسون الدروع والعدد المليحة الملحمية. نزلت الكتيبة الإسلامية الأولى وهي تلبس ملابس أنيقة أحمر في أبيض، ونزلوا بخطوات ثابتة وبنظام بديع، وكأنهم في عرض عسكري لهم هيبة وعليهم جلال، ويوقعون في قلب من يراهم الرهبة والرعب. فبهت كتبغ وبهت من معه من التتار. هذه أول مرة يرى فيها كتبغ جيش المسلمين على هذه الصورة، لقد كان معتادا أن يراهم وراء الحصون والقلاع يرتجفون ويرتعبون، أو يراهم وهم يسارعون إلى الهروب فزعا من جيش التتار، أو يراهم وهم يسلمون رقابهم للذبح الذليل بسيوف التتار. كان كتبغ معتادا على رؤية المسلمين في إحدى هذه الصور المهينة، أما أن يراهم في هذه الهيئة المهيبة العزيزة فهذا ما لم يحسب له حسابا قط. ومهما كانت عظمة الكتيبة المسلمة وبهاؤها، فإننا لا نستطيع أن نفهم رعب القائد التتري السفاح زعيم الجيش التتري المهول، لا نفهم رعبه من هذه الكتيبة الصغيرة جدا بالقياس إلى جيش التتار، إلا في ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي. وبدأت فرق المماليك تنساب إلى أرض المعركة، وكل هذه الفرق هي مقدمة جيش المسلمين فقط، وهي أقل جدا من جيش التتار الرهيب. فقد احتفظ قطز بقواته الرئيسية خلف التلال، وقرر ألا تشترك في المعركة إلا بعد أن تنهك قوات التتار. وبعد أن نزلت مقدمة المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس، بدأت الفرقة المملوكية العسكرية تظهر على الساحة، وانطلقت في قوة تدق طبولها وتنفخ في أبواقها وتضرب صنوجها النحاسية. ووقف الأمير ركن الدين بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، بينما ترك السهل بكامله خاليا من خلفه. واقتربت جدا ساعة الصفر، واحتدم اللقاء، ونظر كتبغ إلى مقدمة القوات الإسلامية، وكان لا يدرك شيئا عن القوات الرئيسية المختبئة خلف التلال، فوجد أن قوات المقدمة الظاهرة أمامه قليلة جدا بالنسبة إلى قواته، ومع ذلك فهي في هيئة حسنة ومنظر مهيب. فأراد كتبغ أن يحسم المعركة لصالحه من أول لحظاتها، لذلك قرر أن يدخل بكامل جيشه وقواته لحرب مقدمة المسلمين، وهذا تماما ما كان يريده الملك المظفر قطز. وأعطى كتبغ إشارة البدء لقواته، وانهمرت جموع التتار الرهيبة وهي تصيح صيحاتها المفزعة، انهمرت على مقدمة جيش المسلمين. أعداد هائلة من الفرسان ينهبون الأرض نهبا في اتجاه القوات الإسلامية، أما القائد المحنك ركن الدين بيبرس فقد كان يقف في رباطة جأش عجيبة، ومعه الأبطال المسلمون يقفون في ثبات تام، وقد ألقى الله عز وجل عليهم سكينة واطمئنانة، كأنهم لا يرون جحافل التتار المرعبة هذا. حتى إذا اقتربت جموع التتار، أعطى بيبرس إشارة البدء لرجاله، فانطلقوا في شجاعة نادرة في اتجاه جيش التتار. ولا ننسى أن هذه المقدمة الإسلامية قليلة جدا بالنسبة إلى جيش التتار. وارتطم الجيشان ارتطاما مروعا، وارتفعت سحب الغبار في ساحة المعركة، وتعالت أصوات دقات الطبول وأصوات الآلات المملوكية، وعلت صيحات التكبير، وامتزجت قوات المسلمين بقوات التتار، وسرعان ما تناثرت الأشلاء وسالت الدماء،
وطارت الرؤوس والأعناق والأيدي والأشلاء، وعلى صليل السيوف على أصوات الجند، واحتدمت المعركة في لحظات، ورأى الجميع من الهول ما لم يروه في حياتهم قبل ذلك. كانت هذه الفرقة المملوكية من أفضل فرق المسلمين، وقد أحسن قطز اختيارها لتكون قادرة على تحمل الصدمة التترية الأولى، والذي يحرز النصر في بداية المعركة يستطيع غالبا أن يحافظ عليه إلى النهاية، ليس فقط للتفوق العسكري ولكن أيضا للتفوق المعنوي. وكان كثير من أمراء هذه المقدمة بما فيهم ركن الدين بيبرس كانوا من أولئك الذين شاركوا في موقعتي المنصورة وفارس كور، وبذلك يكون هؤلاء الأمراء من أصحاب الخبرة العسكرية الفائقة ومن أعلم القادة بطرق المناورة وأساليب القتال وخطط الحرب. ثبتت القوات الإسلامية ثباتا رائعا مع قلة عددها، مما دفع كتبغا إلى استخدام كل طاقته دون أن يترك أي قوات للاحتياط خلف الجيش التتري. كل هذا وقطز يراقب الموقف عن بعد ويصبر نفسه وجنده عن النزول لساحة المعركة حتى تأتي اللحظة المناسبة. ومرت الدقائق والساعات كأنها الأيام والشهور، ومع الفجوة الهائلة في العدد بين الفريقين فإن اللقاء كان سجالا حتى هذه اللحظات. كان هذا هو الجزء الأول من الخطة الإسلامية، استنزاف القوات التترية في حرب متعبة قدر الإمكان، والتأثير على نفسياتهم عند مشاهدة ثبات المسلمين وقوة بأسهم. ثم جاء وقت تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية البارعة، ودقت الطبول دقات معينة لتصل بالأوامر من قطز إلى بيبرس ليبدأ في تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية. وكان الجزء الثاني من الخطة عبارة عن محاولة سحب جيش التتار إلى داخل سهل عين جالوت، وحبذا لو سحب الجيش بكامله، بحيث تدخل قوات التتار في الكمائن الإسلامية تمهيدا لحصارها. وبدأ ركن الدين بيبرس في تنفيذ هذا الجزء من الخطة، فكان عليه أن يظهر الانهزام أمام التتار ويتراجع بظهره وهو يقاتل، على ألا يكون هذا التراجع سريعا جدا حتى لا يلفت أنظار التتار إلى الخطة، ولا بطيئا جدا فتهلك القوة الإسلامية القليلة أثناء التراجع. وهذا الميزان في الانسحاب يحتاج إلى قدرة قيادية فائقة، كما يحتاج إلى رجال أشداء مهارة في القتال، وقد كانت هذه العوامل متوفرة في الجيش بحمد الله. بدأ ركن الدين بيبرس في الانسحاب التدريجي المدروس، وكلما رجع خطوة تقدم جيش التتار في مكانه، وقام المسلمون بتمثيلية الانهزام خير قيام، وتحمس كتبغا ومن معه للضغط على المسلمين، وبدأوا يدخلون السهل وهم يضغطون على المسلمين، ومر الوقت ببطء على الطرفين، ولكن في النهاية دخل جيش التتار بكامله إلى داخل سهل عين جالوت، وانسحب ركن الدين بيبرس بمقدمة الجيش إلى الناحية الجنوبية من سهل عين جالوت. وفي غضون حماسة كتبغا للقضاء على جيش المسلمين، لم يترك أي من قواته الاحتياطية خارج السهل، بل أخذ معه كل جنوده. لقد كان من المفترض على كتبغا كقائد المحنك أن يترك قوات احتياطية خارج السهل لتؤمن طريق العودة في حال الخسارة، ولتمنع التفاف الجيش الإسلامي حول التتار، ولتراقب أي تحركات مريبة لجيوش أخرى قد تأتي لمساعدة المسلمين. لكن هذا لم يحدث. لقد توقفت العقلية التترية عن التفكير السليم في وقت حساس جدا من أوقات المعركة، وقد يفسر ذلك برغبة كتبغا في القضاء الكامل على قوات المسلمين وبحسم تام، وقد يفسر بالغرور والصلف الذي كان يملأ كتبغا من أم رأسه إلى أخمص قدميه، مما جعله يستهين تماما بقوات المسلمين. وقرار انخراط جيش التتار بكامله في سهل عين جالوت لا يتناسب مع قوات جيشه كجيش ضخم، ولا يتناسب مع ساحة المعركة التي تعتبر كقفص الذي له باب واحد، فإذا دخل الجيش بكامله القفص وأغلق الباب عليه فالنجاة تكاد تكون مستحيلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا دخل الجيش التتري القفص، ونجح الجزء الثاني من الخطة الإسلامية نجاحا مبهرا، وبدأ تنفيذ الجزء الأخير من الخطة، وجاءت إشارة البدء من سيف الدين قطز، ونزلت الكتائب الإسلامية العظيمة من خلف التلال إلى ساحة المعركة، نزلت من كل حدب وصوب، وأسرعت فرقة قوية لتغلق المدخل الشمالي لسهل عين جالوت. وبذلك في دقائق معدودات أحاطت القوات الإسلامية بالتتار إحاطة السوار بالمعصم، والخطة تسير في منتهى الإحكام والدقة. ومع ذلك فهذه الخطة تحمل في طياتها خطورة عظيمة على الجيش المسلم،
لأن حصار التتاري دون ترك فرصة للهروب سوف يدفعهم دفعا للقتال حتى الموت، وسيدفعهم لإخراج كل طاقاتهم، وسيقاتلون قتال المستميت، قتال المحصور، قتال الحياة أو الموت، وليس قتال الهزيمة أو النصر. ولكن إذا نجحت هذه الخطة فسوف يكون فيها هلاك عدد ضخم من الجيش التتري، وقد تكون هذه هي الضربة القاسمة القاضية على هذا الجيش الرهيب. واكتشف كتبغا الخطة الإسلامية بعد فوات الأوان، وحصر هو والتتار داخل سهل عين جالوت، وبدأ الصراع المرير في واحدة من أشد المعارك ضراوة التي وقعت في التاريخ. لا مجال للهرب ولا مجال للمناورات، السهل منبسط والمساحات مكشوفة، وليس هناك من حماية إلا خلف السيوف والدروع، ولا بديل عن القتال حتى الموت. حرب ضارية بشعة أخرج التتار فيها كل إمكانية، وبدأوا يقاتلون بحمية بالغة، والمسلمون صابرون ثابتون، وظهر تفوق الميمنة التترية، وبدأت الميمنة التترية تضغط على الجناح الأيسر للقوات الإسلامية، وبدأت القوات الإسلامية تتراجع تحت الضغط الرهيب للتتار، وبدأ التتار يخترقون الميسرة الإسلامية، وبدأ الشهداء يتساقطون، ولو أكمل التتار اختراقهم للميسرة فسيلتفون حول الجيش الإسلامي، وتتعادل بذلك الكفتان، وقد ترجح كفة التتار في هذه اللحظة، ويصبح إغلاق السهل خطرا على المسلمين. كان سيف الدين قطز يقف في مكان عال خلف الصفوف يراقب الموقف بكامله، ويوجه فرق الجيش إلى سد الثغرات، ويخطط لكل كبيرة وصغيرة، ولكل شاردة وواردة. اشتدت المعركة في عين جالوت على آخرها، وحمي الوطيس جدا، وشاهد قطز المعاناة التي تعيشها ميسرة الجيش المسلم، فدفع إليها بقوات احتياطية، ولكن الضغط التتري استمر، وبدأ بعض المسلمين يشعر بصعوبة الموقف، ولعل بعضهم قد شك في النصر في هذا اليوم. ولا ننسى السمعة المرعبة لجيش التتار الذي قيل عنه إنه لا يقهر. كان قطز يشاهد كل هذا ويدفع بقوات إضافية إلى الميسرة، ولكن الموقف تأزم جدا. هنا لم يجد قطز إلا حلا واحدا لا بديل له، لا بد أن ينزل بنفسه إلى ساحة المعركة، لا بد أن يثبت جنوده بالطريقة التي اعتادها معهم، طريقة القدوة، لا بد أن يوضح لجنوده بطريقة عملية أن الموت في سبيل الله غاية ومطمح وهدف. نحن نريد الآخرة وهم يريدون الدنيا، وشتان بيننا. وهنا فعل قطز فعلا مجيدا، لقد ألقى بخوذته على الأرض تعبيرا عن اشتياقه للشهادة وعدم خوفه من الموت، وأطلق صيحته الشهيرة التي قلب الموازين في أرض المعركة. لقد صرخ قطز بأعلى صوته قائلا: وإسلاماه، وإسلاماه، وإسلاماه. وألقى بنفسه وسط الأمواج المتلاطمة من البشر، وفوجئ الجنود بوجود القائد الملك المظفر قطز في وسطهم، يعاني مما يعانون ويشعر بما يشعرون، ويقاتل كما يقاتلون. أي تأييدا وأي تثبيتا وأي سكينة؟ القضية ليست حفاظا على ملك أو حماية لكرسي، القضية هي الإسلام، قضية صادقة واضحة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وشتان بين القائد الصادق الذي يعيش لدينه ولشعبه، وبين القائد الكاذب الذي يتكلم كثيرا عن فضائل الأعمال وهو لا يعيش إلا لنفسه. والتهب حماس الجند، وهانت عليهم جيوش التتار، وحملوا أرواحهم على أكفهم، وانطلقوا في جسارة نادرة يصدون الهجمة التترية البشعة. إنها ليست هجمة على ذواتهم، إنها هجمة على الإسلام. واشتعل القتال في سهل عين جالوت، وعلى صوت تكبير الفلاحين على كل شيء، ولجأ المسلمون بصدق إلى ربهم في هذا اليوم المجيد من شهر رمضان. وقاتل قطز قتالا عجيبا، ثم صوب أحد التتار سهمه نحو قطز، فأخطأه السهم ولكنه أصاب الفرس الذي كان يركب عليه، فقتل الفرس من ساعته. فترجل قطز على الأرض وقاتل ماشيا لا خيل له، وما تردد وما نكص على عقبيه وما حرص على حياته، وقاتل قتالا عظيما مجيدا، يدق التتار دقة ويضرب بسيفه عن يمينه وعن شماله
بيده كأنه سيف الله المسلول، ويصيح صيحات مفزعة في أرض المعركة أرعبت التتار بمن فيهم قائدهم. ورآه أحد الأمراء وهو يقاتل ماشيا، فجاء إليه مسرعا وتنازل له عن فرسه، إلا أن قطز امتنع عن ذلك وقال له: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. وظل يقاتل قطز ماشيا إلى أن أتوه بفرس من الخيول الاحتياطية، وقال قطز قولة مشهورة في التاريخ: إن قتلت هنا في أرض المعركة فإلى الجنة أروح إن شاء الله، أما الإسلام فله رب لا يضيعه، وقد قتل فلان وفلان وفلان قبلي، لقد مات عمر وعثمان وعلي وخالد والمثنى، فأقام الله للإسلام من يحفظه بعدهم. وكان سيف الدين قطز يقاتل في هذه المعركة قتال المستميت، ربما أصدق تشبيها لقتاله هو قتال خالد بن الوليد في معركة اليرموك، فكان يقاتل قطز بضراوة عجيبة، وقتل أعدادا هائلة من التتار، ولم تكن قضيته أن يموت أو يحيا، ولكن كانت قضيته إما نصر وإما شهادة. وبدأت الكفة بفضل الله تميل من جديد لصالح المسلمين، وارتد الضغط على جيش التتار، وأطبق المسلمون الدائرة تدريجيا على التتار، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتقدم أمير من الأمراء المماليك المهارة في القتال وهو جمال الدين آقوش، وهو من مماليك الناصر يوسف الأيوبي، وأبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، واخترق الصفوف التترية في حملة صادقة موفقة حتى وصل في اختراقه إلى كتبغة، ورفع البطل المسلم سيفه وهوى بكل قوته على رقبة الطاغية المتكبر كتبغة، وطارت الرأس المتكبرة في أرض القتال تتدحرج بين أقدام المسلمين، وسقط زعيم التتار، وبسقوطه سقطت كل عزيمة عند جيش التتار. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقيل أيضا أن الذي قتل كتبغا هو ركن الدين بيبرس، بارزه مبارزة شرسة، فكان كلاهما فارس لا يشق له غبار، وبيبرس من أعظم الفرسان على مر التاريخ، وكتبغا كذلك من أعظم فرسان التتار، وتبارزا وتصارعا ساعة من زمن حتى مكن الله بيبرس من القضاء على كتبغا، فصارعه في المنازلة وقتله وقطع رأسه وألقاه بين أقدام المسلمين. وعندما رأى التتار بيبرس بهذه الصورة الضارية الشرسة ازدادوا رعبا على رعبهم، وتغير ميزان القتال عند التتار، فما أصبح لهم من هم إلا أن يفتحوا لأنفسهم طريقا في المدخل الشمالي حتى يتمكنوا من الهرب بأقصى سرعة. وانطلق المسلمون خلف التتار يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وسقطت جحافل التتار تحت أقدام المسلمين صرعة، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر. ضاعت السمعة وسقطت الهيبة، ومزق الجيش الرهيب شر ممزق. وركز التتار جهدهم على فتح ثغرة في مدخل سهل عين جالوت، واستطاعوا بعد جهد جهيد أن يحدثوا ثغرة في الصف المسلم الواقف على باب المدخل. وانطلق التتار في سرعة عجيبة يولون الأدبار، وخرجت أعداد كبيرة يسرعون الخطى في اتجاه الشمال لعل هناك مهربة، وجيوش المسلمين تجري خلف جيوش التتار يطاردونهم ولا يتركونهم. فليس الغرض هو الانتصار في موقعة ما، إنما الغرض تحرير البلاد بك كاملها عن طريق الجهاد في سبيل الله. والتتار ينهبون الأرض نهبا فارين من سيوف المسلمين بمشهد ساخر جدا، والمسلمون وراءهم يقتلونهم ويأسرونهم. ووجد التتار أن المسلمين جادون في طلبهم والقضاء عليهم، فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد لتدور موقعة أخرى عند بيسان، أجمع المؤرخون على أنها أصعب من عين جالوت. وقاتل التتار قتالا رهيبا، ودافعوا عن حياتهم بكل قوة وبسالة، وبدأوا يضغطون على المسلمين وكادوا يقلبون الأمور لمصلحتهم، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكانت هذه اللحظات من أحرج اللحظات في حياة القوات الإسلامية. وانطلق سيف الدين قطز خلف بيبرس إلى هذه المعركة الثانية عند بيسان، وبدأ يحمس المسلمين من جديد على القتال بكل ثبات وبكل ضراوة: إن النصر لمن ثبت ساعة من الزمن، فلا تولوهم الأدبار. ثم انطلقت صيحته الخالدة: وإسلاما
صيحة قالها 3 مرات، ثم قال في تضرع لله تعالى: انصر عبدك قطز على التتار. ما أحسن اعترافه بعبوديته في هذا المقام: يا الله، انصر عبدك قطز، لست أنا الملك المظفر، لست أمير المؤمنين، لست ملك المسلمين، لست سلطان مصر، إنما أنا عبدك. بالله عليكم، كيف يلجأ العبد بصدق إلى الله تعالى ثم يتركه الله عز وجل؟ أنا عند ظن عبدي بي. لقد دق قطز على الباب الذي ما طرق عليه صادق إلا وفتح له. لقد تقرب قطز إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وعندما يخشع ملوك الأرض لا بد أن يرحم جبار السماوات والأرض. وما أن انتهى من دعائه وطلبه إلا وخارت قوى التتار تماما، وبدأ الجنود الذين روعوا الأرض قبل ذلك يتساقطون كالذباب على أرض بيسان. قضى المسلمون تماما على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وارتفعت راية الإسلام وتهاوت راية التتار، وجاءت اللحظة التي ينتظرها المسلمون منذ 40 سنة أو تزيد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لقد أبيد جيش التتار بكامله، ولم يبق على قيد الحياة من الجيش أحد بالمرة. هل سمعتم أمرا كهذا؟ لقد فني الجيش الذي اجتاح نصف الكرة الأرضية، فني الجيش الذي سفك دماء الملايين وخرب مئات المدن، وعاث في الأرض فسادا شرقا وغربا. هنيئا لكم أيها المسلمون بالنصر العظيم، هنيئا لك يا قطز، قد حان وقت قطف الثمار، وما النصر إلا من عند الله. ماذا فعل قطز عندما رأى جموع التتار صرع على أرض بيسان المباركة؟ لقد نزل البطل المجاهد العظيم التقي الورع، نزل من على فرسه ومرغ وجهه في الأرض وسجد لله شاكرا ما دخله غرور المنتصرين، وما رفع رأسه بزهو المتكبرين، وما شعر أنه قد فعل شيئا، بل إن الفضل والمنة لله عز وجل، هو الذي أنعم عليه بأن اختاره ليكون مجاهدا، وهو الذي من عليه بالثبات، وهو الذي ألهمه الحكمة في القتال، وألهمه الصواب في الرأي، وهو الذي هداه السبيل. كانت معركة عين جالوت واحدة من أكثر المعارك حسما في التاريخ، أنقذت العالم الإسلامي من خطر داهم لم يواجه مثله قبل ذلك، وأنقذت حضارته من الضياع والانهيار، وحمت العالم الأوروبي أيضا من شر لم يكن لأحد من ملوك أوروبا وقتئذ أن يدفعه. وكان هذا النصر إيذانا بخلاص الشام من أيدي المغول، إذ أسرع ولاة المغول في الشام بالهرب، فدخل قطز دمشق على رأس جيوشه الظافرة، وبدأ في إعادة الأمن إلى نصابه في جميع المدن الشامية، وترتيب أحوالها وتعيين ولاة لها، وهذا ما سنتحدث عنه في الفيديو القادم إن شاء الله. أضعتم هيبتي وجعلتم من جيشي أضحوكة لأعدائي. كيف كان موقف هولاكو بعد هزيمة معركة عين جالوت؟ وكيف حرر القائد المظفر سيف الدين قطز بلاد الشام من المغول والتتار؟ وكيف بارز الظاهر بيبرس القائد المغولي كتبغا وقضى عليه وذبحه؟ وكيف ولماذا قتل الظاهر بيبرس القائد المظفر قطز بعد المعركة؟ لا مفر من الموت هنا، فالموت مع العزة والشرف خير من الهرب مع الذل والهوان. لا بد أن يصل رجل واحد من هذا الجيش إلى حضرة هولاكو ليعرض عليه كلامي قائلا: إن كيتا لم يشأ أن يتراجع، وقد كلله الخجل فضحى بحياته الغالية في سبيل واجبه. ينبغي أن لا يشق على خاطر هولاكو نبأ فناء جيش المغول. رغم الهزيمة القاسية التي مني بها المغول في معركة عين جالوت، فإن المؤرخين المسلمين لم ينكروا ما كان عليه القائد المغولي كتبغا من صفات بطولية في هذه المعركة. فعندما اقترح عليه أحد أعوانه الانسحاب من أرض المعركة، أجاب كتبغا عليه: علينا أن نموت هنا، هذه هي النهاية، علينا أن نموت هنا وليحيى الخان الأعظم. لا مفر من الموت هنا، فالموت مع العزة والشرف خير من الهروب مع الذل والهوان. إن كتبغا لم يشأ أن يتراجع، وقد كلله الخجل فضحى بحياته في سبيل واجبه، وأرسل أحد أعوانه إلى هولاكو ليقول له: إن جيش المغول قد فني في هذه المعركة عن كامله، وإن الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز قد دقا تتار
دقة وقل لهولاكو أن جنوده ماتوا كالأسود في أرض المعركة. كان كتبغا هذا في مكانة عظيمة عند المغول، يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره، وكان بطلا شجاعا مقداما وخبيرا بالحروب وافتتاح الحصون، وكان هولاكو يثق به جدا ولا يخالفه فيما يشير به، ولذلك كان أسره بيد المسلمين أمرا قاصما للمغول. ثم بعد ذلك أحضره قطز إلى مجلسه مكبلا بالأغلال، ودار بين قطز وكتبغا حوار عظيم. بدأه قطز مخاطبا كتبغا بقوله: أيها الرجل الناكث بعهده، ها أنت بعد أن سفكت كثيرا من الدماء البريئة وقضيت على الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة وهدمت البيوتات العريقة بالأقوال الزائفة المزورة، ها أنت قد وقعت أخيرا في الشرك وقد أغلقنا على ذنبك وأمسكناك حيا. وعندما سمع كتبغا كلامه انتفض وهو مكبل بالأغلال كأنه الفيل الهائج، فأجاب قائلا: أيها الفخور المغتر، لا تتباهى كثيرا بيوم النصر هذا، فأنا إذا قتلت على يديك فإني أعلم أن ذلك من الله لا منك، فلا تخدع بهذه المصادفة العاجلة ولا بهذا الغرور العابر، فإنه حين يبلغ حضرة هولاكو نبأ وفاتي سوف يغلي بحر غضبه، وستطأ خيل المغول البلاد من أذربيجان حتى ديار مصر. ولتعلم يا سيف الدين المغرور أن لهولاكو 300,000 فارس كلهم مثل كتبغة، فافرض أنه نقص واحد منهم فالبقية الباقية سيفنوكم عن آخركم. فقال قطز: لا تفخر إلى هذا الحد بهؤلاء الفرسان، فإنهم يزاولون أعمالهم بالمكر والخداع لا بالرجولة والشهامة. فقال كتبغا: إني كنت عبدا للملك ما حييت، فبادر بالقضاء علي بأسرع ما يمكن حتى لا أسمع تأنيبك هذا. وكان كتبغا فارسا مغرورا جدا يظن أنه لا يهزم ولا يقهر، ولذلك حطم الظاهر بيبرس جبروته هذا قبل أن يقتله، فبارزه مبارزة شرسة جدا، فكلاهما فارس عظيم. وكتبغا لا يظن أن في جيش المسلمين مثل الظاهر بيبرس، فهو ما ظن أبدا أن هناك فارس يدانيه في الفروسية، فبارزه الظاهر بيبرس وقتله وحز رأسه وفصله عن جسده. ولما بلغ هولاكو نبأ نعي كتبغا اشتعلت نيران غضبه في صدره وقال: أين أجد خادما آخر مثله؟ سأفتقدك يا كتبغا ما حييت. ولكن ما هو موقف هولاكو من هذه الهزيمة في معركة عين جالوت؟ هذه أول هزيمة لي. ما تلك التي هزم فيها كتبغا سوى معركة صغيرة يا أبي؟ وما ذاك الذي خسرناه سوى جيش صغير من جيوشنا؟ ولكنها هزيمة ستسجل في تاريخي، هزيمة ستنتزع هيبتنا وعظمتنا التي تعبنا كثيرا حتى وصلنا إليها. رغم أن هذه الهزيمة لم تلحق بشخص هولاكو نفسه، فإن تلك الهزيمة الثقيلة التي مني بها جيشه وقتل فيها قائده العظيم كتبغا تعد صدمة عنيفة هزت كيانه وهو بعيد عن مسرح الأحداث، فتأثر لذلك وحاول أن يمحو ذلك العار الذي لحق بجيوشه. حاول أن يمحوه بإرسال حملة جديدة إلى الشام في محاولة يائسة للانتقام من المسلمين، غير أن الظروف في ذلك الوقت لم تمكنه من ذلك، إذ لم يستطع التقدم غربا لمساعدة جيوشه المهزومة في عين جالوت لانشغاله في حروبه مع منافسيه من أهل بيته، وعلى رأسهم ابن عمه زعيم القبيلة الذهبية. واكتفى هولاكو بأن عمل على مراسلة الخان الأعظم في قراقورم، أخبره بما حل بالمغول في بلاد الشام من هزيمة على يد سلطان مصر، فما كان من الخان الأعظم إلا أن أصدر مرسوما يقضي بإعطاء هولاكو البلاد الواقعة هناك، الواقعة بين نهر جيحون حتى بلاد الشام، قاصدا بذلك رفع معنويات هولاكو وجيوشه وتشجيعه على معاودة حرب المماليك. وبدأ هولاكو يستعد لحرب المسلمين، لكن الموت عاجله في عام 663 الموافق في عام 1265، فتوفي دون أن يحقق حلمه بضم مصر والشام إلى ممتلكاته. وهناك معلومة غير مؤكدة تقول أنه قد أصيب هولاكو نتيجة لهذه الهزائم المتتالية ونتيجة لهذه الانتكاسات ضد المسلمين، أصيب بالتبول اللا إرادي وأصيب بالصرع الشديد حتى بدأ يعوي كالكلاب، ولم يتمكن أي طبيب من معالجته، وبعد فترة قصيرة من المرض مات هولاكو الطاغية ودفن في جزيرة كابودي بالقرب من بحيرة أورمية. ولا أدري ما هو صحة الخبر الذي يقول أنه مات كالكلاب، الله أعلم بذلك.
بعد الانتصار العظيم في عين جالوت لم تنتهي مهمة الملك المظفر قطز بعد، ما زال هناك تتار في بلاد الشام، وما زال هناك تتار في دمشق وحمص وحلب وغيرها من المدن الشامية، وما زال هناك تتار في العراق وتركيا وفارس وغيرها. ومع كثرة الشهداء وكثرة الجراح والآلام، ومع الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الجيش المناضل البطل الذي عبر صحراء سيناء بكاملها في شهور الصيف الحارقة، والذي حارب في غزة ثم اجتاز فلسطين كلها من جنوبها إلى شمالها حتى وصل إلى عكا، والذي عاد بعد ذلك إلى عين جالوت، والذي خاض المعركة الهائلة مع أقوى جيوش الأرض. مع كل هذه المعاناة، فإن الخطوة التالية مباشرة لقطز ستكون مباشرة أن يتجه إلى دمشق في الشمال، فليس في حياة قطز أي راحة. ودمشق هي أولى المحطات الإسلامية التي تقع تحت سيطرة التتار، وهي تقع على مسافة قريبة من عين جالوت، ولا بد من تطهير هذه المدينة الإسلامية العظيمة من دنس التتار، ولا بد من استغلال فرصة الانكسار الرهيب في جيش التتار، فتحرر دمشق وغيرها قبل أن تأتي إمدادات التتار من فارس أو تأتي من أوروبا أو من الصين. وقطز القائد المحنك أراد أن يهيئ الفرصة العظمى لجيشه في الانتصار على التتار، وهو يعلم أن جيش التتار قد قتل بكامله في عين جالوت، واستطاع الفرار من التتار قلة قليلة جدا جدا من أرض المعركة، يكاد يعدون على أصابع اليد. وقطز يعلم أنهم ما وصلوا إلى هولاكو إلى حد الآن، فأراد أن ينقل خبر النصر العظيم إلى أهل الشام، فيرفع بذلك من معنويات المسلمين، ويضع من معنويات الحامية التترية في دمشق، فيسهل عليه بذلك فتح تلك المدينة العظيمة. وبالفعل أرسل رسالة عظيمة تحمل بشريات النصر المجيد، وكان مما جاء في هذه الرسالة: لقد قسم الله التتار وخذلهم ومزقهم كل ممزق، استطالوا على الأيام ودنسوا بلاد الشام واستنجدوا بقبائلهم على أهل الإسلام، فمزقوا كل ممزق. ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار، وأخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين، إلى أن انفجر الفجر وأشرقت شمس اليوم التالي، ووصل الكتاب يحمل البشارة إلى أهل دمشق. واستقبل المسلمون الخبر بفرح لا يوصف، فقد يئس الكثير من إمكانية هزيمة التتار، فلما سمعوا بأخبار الانتصار العظيم المبهر ارتفعت هممهم إلى السماء، ورأوا عمالقة التتار أقزاما، وقام الشعب في دمشق بثورة عارمة على جيش المغول، وأمسكوا بجنود التتار وفتكوا بهم، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لقد سقطت هيبة التتار وداسها المسلمون بأقدامهم، وتنفس المسلمون الصعداء بعد قهر وبطش استمر أكثر من 6 أشهر. وانتهى المسلمون من أمر الحامية التترية بسرعة رهيبة، فمنهم من قتل ومنهم من أسر، ومنهم من أطلق ساقيه للريح وفر من دمشق. واتجه المسلمون بعد ذلك للانتقام من النصارى الذين تطاولوا جدا على أهل الإسلام، تطاولوا عليهم في أثناء سيطرة التتار على دمشق، الذين كانوا يقولون ظهر الدين الصحيح، دين يسوع المسيح، وبدأوا يهزئون المسلمين أيام التتار. فالآن جاء موعد حسابهم، ولا يظلم ربك أحدا. وتجاوز بعض المسلمين الأمر إلى حرق الديار والكنائس، وإلى قتل البعض منهم، وكاد الأمر يخرج عن السيطرة، ونشط بعض الغوغائيين في المنطقة، وقرروا الفتك باليهود الذين يعيشون كذلك في دمشق، لولا أن قام العلماء ينصحون بعدم الظلم، لأن اليهود لم يشتركوا مع النصارى في إيذاء المسلمين أيام حكم التتار، وتكهرب الجو في دمشق، وكادت الفتنة تعم البلاد بكاملها، وامتزجت في نفوس الناس مشاعر السرور والزهو بمشاعر الانتقام والتشفي، وتأزم الموقف جدا. وبينما هم كذلك بين قاتل ومقتول وضارب ومضروب، وإذ يصل البطل العظيم الملك المظفر قطز إلى دمشق بعد 5 أيام من يوم عين جالوت، واستقبله الناس استقبال الفاتحين، وعلقت الزينات في الشوارع، وخرج الرجال والنساء والأطفال يستقبلون البطل المظفر. تلك هي الفرحة الحقيقية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فرحة النصر لدين الله والرفعة للإسلام والعزة للمسلمين، لا تقارن هذه الفرحة بفرحة الطعام والشراب والماء
المال والجاه والسلطان. دخل الجيش المملوكي المسلم دمشق، واستتب الأمن الحقيقي بسرعة عجيبة. لم يحدث شيء مما يقع عند دخول المستعمرين البلاد، فتعم الفوضى ويترك الحبل على الغارب، وتنتهك الحرمات أمام أعينهم، وتنتهب المحلات والديار وهم يشاهدون. لم يحدث كل هذا، إنما استقر الوضع بسرعة، بل أمن النصارى واليهود على أرواحهم وأموالهم، وقام قطز بعزل ابن الزكي قاضي دمشق الذي عينه التتار، وكان مواليا لهم، وعين مكانه نجم الدين أبا بكر، وبدأ يفصل في القضايا ويحكم في المخالفات التي تمت بين المسلمين والنصارى حتى لا يظلم نصراني في بلاد المسلمين. هذا مع كل ما فعله النصارى بالمسلمين أثناء احتلال التتار للمدينة. وفي اليوم التالي لدخول قطز إلى دمشق كان عيد الفطر، وهو أعظم عيد مر على المسلمين منذ 40 سنة. لم يكن عيدا للفطر فقط، بل كان أيضا عيدا للنصر والتمكين، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أعدم هولاكو سلطان دمشق الأيوبي وبقية الأمراء الأيوبيين الذين عنده كنوع من الانتقام، وبذلك انتهى حكم الأيوبيين بالشام. ولم يستطع هولاكو أن يرسل أكثر من 6000 جندي بقيادة بيدرا إلى الشام للانتقام من هزيمة جيشه ومقتل قائدهم كتبغ بعين جالوت. لم يضيع قطز وقتا بعد ذلك، بل أرسل مقدمة جيشه بقيادة ركن الدين بيبرس تتبع الفارين من التتار، وتطهرت المدن الشامية الأخرى من الحامية التترية. فوصلت القوات الإسلامية إلى حمص واقتحمت على التتار معسكراتهم، ففروا مذعورين، وأطلق المسلمون الأسرى المسلمين الذين كانوا في قبضة التتار، وانطلقوا خلف الحامية التترية الهاربة، فقتلوا أكثرهم وأسروا الباقين، ولم يفلت منهم إلا الشريد. وهكذا حررت حمص بسرعة رهيبة، واتجهت القوات الإسلامية إلى حلب، ففر منها التتار كالفئران المذعورة، وانطلقوا يجرون أذيال خيبتهم. وسبحان مغير الأحوال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وفي غضون بضعة أسابيع طهر المسلمون بلاد الشام بكاملها، وعادت من جديد أرض الشام إلى ملك الإسلام والمسلمين. وأعلن قطز توحيد مصر والشام من جديد في دولة واحدة تحت زعامته بعد 10 سنوات من الفرقة، وذلك منذ وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب في عام 648. وخطب لقطز على المنابر في كل المدن المصرية والفلسطينية والشامية، حتى خطب له في أعالي بلاد الشام والمدن حول نهر الفرات. وعاش المسلمون أياما من أسعد أيامهم، وبدأ قطز يوزع الولايات الإسلامية على الأمراء المسلمين. وكان من حكمته أنه أرجع بعضا من الأمراء الأيوبيين إلى مناصبهم، وذلك ليضمن عدم حدوث الفتنة في بلاد الشام، لأنه لا شك أن هؤلاء لهم أتباع من المسلمين، ولم يخش قطز من خيانتهم، وخاصة بعد أن تبين لهم أنه لا طاقة لهم بقطز وبجنوده الأبرار. وأعطى قطز إمارة حمص للأشرف الأيوبي الذي كان مواليا للتتار، أعطاها له بعد أن أظهر ندمه وتوبته. وأعطى قطز إمارة حلب إلى علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ، وأعطى إمارة حماة إلى صاحبها الأسبق الأمير المنصور. وهكذا استقرت الأوضاع تماما في بلاد الشام وفلسطين، وقويت شوكة الإسلام، واختفى كل تهديد يمس أمن المسلمين ورعاياهم من النصارى واليهود. وفي اليوم 26 من شهر شوال في عام 658، بعد شهر كامل من يوم عين جالوت، بدأ السلطان قطز رحلة عودته إلى عاصمته القاهرة. فكثير من الأوضاع السياسية هناك يحتاج إلى استقرار، وكثير من الأمور تحتاج إلى إدارة، وقد أصبحت دولة قطز تصل من الفرات إلى حدود ليبيا، ولا بد من إعادة تنسيق كثير من الأوراق، وكانت البلاد الإسلامية تحتاج الآلاف من الأعمال. وهكذا تم النصر المبين على التتار، وبدأ سيف الدين قطز يهيئ نفسه للعودة إلى القاهرة. واستيقظ المسلمون من الكابوس المزعج الذي آلمهم في كل السنوات الماضية. استيقظوا من كابوس التتار، ولكنهم استيقظوا على كابوس أشد مضاضة، هو كابوس مقتل السلطان قطز، وهذا الذي سنتكلم عنه في الفيديو القادم إن شاء الله.